السلام عليكم اخواني اخواتي محبي قناه الغربه الشو، مرحبا بكم اينما كنتم، وبغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد عليكم كاملين ان شاء الله. فاليوم كيف ما ديما تنوعدكم تنجيب لكم فيديو صغير ومفيد في نفس الوقت. فاليوم عندي لكم واحد اللينك اللي غادي يعجبكم بزاف، وانا عارف ان كاين شي ناس اللي عارفين هذه المعلومه وكاين ناس بزاف ما عارفينهاش، فانفو وصلتني المعلومه وعرفتها فحبيت انني نشاركها معكم اخواني اخواتي. فالمعلومه هي واحد اللينك اللي غادي تدخل ليه وغادي يخول ليك انك شارج تليفون ديال اي واحد بغيتي. مثلا انا كاين في هنا في امريكا وبغيت نشارجي الوالد ديالي، الوالده ديالي، الاخ ديالي، الاخت، صديق، صديقه، مثلا شي واحد من لافامي، فتيخول لك هذا اللينك انك تدخل وتشارجي لي تليفون ديالو، مكالمات، الانترنت، على حساب البلون اللي كاينين وعلى حساب الشركه اللي داخل ليها هاد الشخص هذا اللي بغيتي تعمر ليه التليفون ديالو. فنتمنى ان هذه المعلومه انها تنال الاعجاب ديالكم. وقبل ما نمشي نوريكم اللينك ولا الويب سايت اللي غادي يخول لكم هذه القضيه هذه، فبغيت نقول لكم مره ثانيه اخواني اخواتي، ما عليكم الا ديروا سبسكرايب ان شاء الله باش تتبعونا على قناه الغربه شو. ما تنساوش كذلك تفعلوا الجرس باش انكم تشوفوا اي فيديو جديد نتوما الاولين اخواني اخواتي. ما تنساوش اللايك وكذلك دعمونا ان شاء الله في القناه ديالنا. فاحنا غادي ان شاء الله قناه الغربه شو غادي نعملوا جهد ان شاء الله باش نكونوا واحد المنبر اعلامي وواحد الحاجه اللي زوينه ان شاء الله بالنسبه للجاليه ديالنا المغربيه اللي مقيمه هنا في امريكا وكذلك الجاليه العربيه. وما تنساوش كذلك حتى الاخوان ديالنا اللي كاينين في المغرب ولا في اي دوله، الا احتاجيتوا اي معلومه اي سؤال عنده علاقه بامريكا فما عليكم الا تواصلوا معنا وغادي نعملوا جهد ان شاء الله باش نعطيكم الجواب الصحيح ان شاء الله. خوتي خواتاتي ما غاديش نطول عليكم، غادي نمشي باش نوريكم اللينك ان شاء الله. يلا معنا. اخواني اخواتي رجعنا لكم باش نوريكم اللينك اللي غادي ممكن لكم تشارجيو به لاي واحد في اي دوله. فكيف ما تشوفوا غادي نمشي نوريكم اللينك، ولكن قبل ما غادي نوريكم اللينك اخواني اخواتي نتمنى انكم ديروا سبسكرايب للقناه ديالنا الغربه الشو، وكذلك تفعلوا الجرس، تفعلوا الجرس اللي هو هذا، وباش انكم توصلوا باي جديد ديال اي فيديو حطينا نتوما الاولين ان شاء الله. فاللينك اللي غادي نوريكم هو recharge.com، recharge.com. فكيف ما تشوفوا على ان هذا الويب سايت غادي مثلا نختاروا مثلا اننا غادي نشارجيو التليفون ديال شي واحد كاين في المغرب، غتختار موروكو. مني غادي تختار موروكو اوتوماتيكمون غادي يعطيك مثلا غادي يعطيك الشركات اللي كاينين في المغرب، كاينه انوي، ماروك تيليكوم، اورانج. مثلا الا ما كنتيش عارف الرقم التليفون اللي باغي تشارجي ليه هنا شركه، ما عليك الا انك تدخل الرقم هنايا وغادي هو يدوز لك مباشره، يعطيك العنوان اي مين يعطيك الشركه ديال هذا النمبر اللي باغي تشارجي لها. الا كنت عارف ديريكت النمبر اين شركه، مثلا عارفين حنا شركه انوي، غتختار انوي وغادي تدخل وغادي تختار من وراها تعطيوك هنا الديدا ديرا والفون كريديت. يعني الا بغيتي تشارجي الشخص اللي باغي تشارجي ليه غير الانترنت كاين لي بلون ديال الانترنت، مثلا 10 دراهم بدولار 39 لمدة 3 دايز 1 جيجا في الانترنت، 20 درهم، 30 درهم، 50 درهم، مثلا 50 درهم فيها شهر و 5 جيجا في الدائرة ب 6 دولار 59. مثلا تختار نختاروا مثلا هذا اللينك، هذا البلان، وتنديروا مثلا اي نمبر، يعني اي نمبر تختاروها. انا كنت جربت هذا النمبر هذه، فاي نمبر تختارها مثلا وتتحاول انك تحاول انك تشارجي لها مثلا هذا النمبر هذه.
فاين فوا تدخل النمبر تعطيك التوتال يعني 6.59 زائد 99 سنت ديال الفي هي 7 دولار، وتدخل المعلومات ديالك الايميل ديالك وباش باغي تخلص، واش بفيزا ولا باي بال ولا ماستر كارد ولا لا عندك شي طريقه اخرى باش غادي تخلص. وهذه هي الطريقه، ونتمنى ان شاء الله ان هذه المعلومه انها تنال الاعجاب ديال الاخوان. انا عارف شحال من واحد ممكن باغي اخت ولا اخ باغي يشارجيو الوالد ديالهم الوالده ديالهم ولا شي واحد من العائله، فما عليك الا هذا الحل هذا انك تشارجي ليه واخا انت في امريكا ولا في اي دوله. وهذا اللينك هذا الويب سايت ديال روشارج راه خدام لاي دوله، يعني في مكتي مثلا كنتي في اي دوله بغيتي تشارجي لاي دوله اخرى، يعني ماشي بالضروره في ميريكان والمغرب، يعني في ميريكان تشارجي لشي واحد في في الجزائر في تونس في فرنسا في الانجليز في هولندا في اي دوله، يعني انترناشونال. فاخواني نتمنى انكم يعجبكم هذه المعلومه اللي عطيتكم اليوم، وما تنساوش اخواني اخواتي دعمونا في القناه ديالنا ان شاء الله باش نحاولوا نعطيكم واحد المحتوى اللي زوين اللي عنده علاقه بكيف ما دائما عنده علاقه بالجاليه المغربيه في امريكا وكندا والجاليه العربيه، وكذلك الاخوان المغاربه ديالنا اللي في المغرب كيف ما دائما تنقول اللي عنده اي سؤال ولا اي حاجه عندها علاقه بامريكا فما عليه الا يتواصل معنا، يا اما على القناه ديالنا يخلي كومنت وغادي نجاوبوه، ولا يصيفط لنا في لاباج ديالنا على الفيسبوك الغربه شو 2013 الغربه شو 2013. فما غاديش نطول عليكم اخواني اخواتي، غادي نقول لكم السلام عليكم. السلام عليكم.